التحريم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، لكل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء مصنفاته وشرحها في الدارين، آمين. الباب 42 من الكتاب 43، كتاب البر والصلة والآداب، باب الوصية بالجار والإحسان إليه. احنا أمرنا بالإحسان لكل شيء، ولا شك أن الإحسان للجار يكون من باب أولى. مش أمر المسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء؟ النبي بيقول كده، إن الله كتب الإحسان، يعني فرضه. كتب يعني إيه؟ يعني فرضه، زي كتب عليكم الصيام يعني فرض عليكم الصيام. يبقى إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والجار أقرب الناس إليك، عليك أن تحسن إليه. بس مش كده وبس، ده انت تحسن لنفسك، لبدنك، تحمي نفسك مما يؤذيه، تحمي جوارحك مما يعرضها للنار، والا تبقى لم تحسن للنعم التي اعطاك الله اياها. فشوف، بتحسن لنفسك بانك انت تطيع الله، فلا تورد نفسك المهالك، ثم تحسن بعد ذلك لابنائك ولزوجتك، لان هم اقرب الناس اللي انت عايش معاهم معاشرهم، وامك وابيك. ثم بعد ذلك خارج بيتك، كل ما يبقى بيت قريب منك يبقى هو اولى بالاحسان من اللي ابعد، وهكذا. فهمت ازاي؟ لان المسلم جبل على الاحسان لكل شيء، من مقاصد الشرع الشريف الاحسان لكل شيء. فهمت ازاي؟ ليه بقى؟ لان الله يحب المحسنين، والمسلم كل حرصه ان ربنا يحبه، فبيشوف ربنا بيحب ايه ويعمله. مش ربنا بيقول ان الله يحب المحسنين؟ خلاص خليك محسن، ربنا يحبك. اذا احبك الله لا يعذبك، لان الله اذا احب ان إيه مخلوق لا يعذب. باب الوصيه بالجار والاحسان اليه، باسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير، للامام مسلم في صحيحه الحديث 52 بعد 806,000. قال حدثنا قتيبه بن سعيد عن مالك بن انس حاء قال وحدثنا قتيبه ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة ويزيد بن هارون كلهم عن يحيى بن سعيد حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم أن عمرة حدثته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه ليورثنه، حتى ظننت أنه إيه ليورثنه، يعني يجعل له نصيب في الإرث في التركة، يعني من كثرة الوصية بالجار. احنا عندنا أسباب الإرث إيه؟ النسب والنكاح والولاء، ثلاث أسباب. كتر ما سيدنا جبريل قاعد يوصي النبي بالجار، النبي افتكر كمان انه هيحط له سبب رابع للارث، الجوار. شوف قد ايه، من كتر ما ايه اوصى. وعن ابي قال حدثني عمرو الناقد، وربنا قايل ايه والصاحب بالجنب وابن السبيل، ورد الوصيه بالجار في ايه في القران. لما تيجي تجيب من القران في وصيه بالجار في القران، قوله والصاحب بالجنب وابن السبيل، مش كده برضو؟ صاحب الجنب اللي هو الجار. الجار في ايه؟ في الصنعه، رفيقك في الصنعه، نفس الصنعه، لان تملي الناس اللي مهنه واحده بينهم تنافس وحش. فهمت زي ما يصحش، انت تحسن لايه؟ لاهل جوارك، اهل صنعتك. مش المنافسه على الصنعه تجعلك تكره المنافس لك، لا، ده انت تحسن اليه. صاحب الجنب، وكذلك الصاحب في السفر اسمه الصاحب الجنب. انت مسافر، واحد قاعد معاك في الطيارة، قاعد جنبك في القطار، قاعد جنبك في الباخرة، مقيم في الحجرة اللي بجوارك في الفندق، كل ده اسمه صاحب الجنب. فهمت ازاي؟ وكذلك الشريك في المال اسمه صاحب الجنب. عاملين شركة انت واحد صديقك،
اسمه صاحب الجامعة تحسن إليه. ومين اللي قاعد جنبك على طول؟ ولادك ومراتك، دول صاحب الجامعة تحسن إليهم. فهمت بقى إزاي؟ وهذا كذا يبقى ايه ورده كلمه صاحب الجنب دي كلمه واسعه جدا، تحط فيها بقى صله الارحام والاحسان للجار والاحسان للزوجه والاولاد والاحسان للنفس وللجوارح، واخد بالك، والاحسان لقرين السفر صاحب السفر، والاحسان للشريك في العمل، والاحسان لكل شيء. توصل منها من كلمه صاحب الجنب دي الى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله كتب الاحسان على كل شيء. شفت قد ايه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أوتي جوامع الكلم لأنه القرآن فيه جوامع الكلم، مش كده برضه؟ وعن أبي قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا عبد العزيز ابن أبي حازم قال حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وعن أبي قال حدثني عبيد الله ابن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمرو بن محمد عن أبيه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهو جبريل بيوصي النبي بالجار لأن النبي كان بيوصي الجار، ولا بيوصي أمة النبي الجار من خلال النبي؟ يبقى بيوصي أمة النبي بالجار من خلال النبي، لكن النبي كان أحسن ناس جوارا بغير وصية. فهمت بقى؟ يبقى كان وصية سيدنا جبريل لنبينا أن يبلغ ذلك لأمته، كأن سيدنا جبريل بينصحنا نصيحة كبيرة إن الإحسان للجار ده عبادة كبيرة، فهو عشان بيحب النبي أحب أمته، فلما أحب أمته أراد أن يوصيهم وصية جليلة تكثر الإيه؟ ثواب عمله. وعن أبي قال حدثنا أبو كامل الجحدري وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لإسحاق، قال أبو كامل حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا عبد العزيز ابن عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، يعني لو ما قدرتش تديهم لحمة اديهم مية اللحمة. فهم؟ انت جايب كيلو لحمه هتطبخه لاولادك، اولادك يا دوب هو كيلو على قدهم، تقدرش تدي لجارك لحم، العيال هتجوع، طب تعمل ايه؟ زود المرقه، زود الميه والمرقه وادي لجارك مرقه جميله قوي. تصور ان في ناس بتشتري رجل الفراخ علشان تعمل مرقه تطبخ عليها. رجول الفراخ، عارف رجول الفراخ دي؟ اولا مش نظيفه، دي حاجه والمفروض تترمي ما تتاكلش. ثانيا بيترسب فيها كثير من الهرمونات الموجوده في الاغذيه العلف، وبالتالي تبقى فيها ادويه سامه. وبالرغم من كده الفقير، لان احنا تركنا اكثار المرق، فاصبح الفقير عايز شويه مرقه يطبخ عليه، هو مش هيعمل لك ملوخيه على ميه، مش كده برضه، ولا هيعمل مثلا شويه خضار على ميه، وهو ما عندوش امكانيه تجيب لحمه، يقوم يعمل ايه؟ يجيب رجلين الفراخ. اصبح رجلين الفراخ اللي كنا نرميها في الزباله بقى بيبيعها الراجل. عارف احنا بقى لو كنا ماشيين مع سنه النبي صلى الله عليه وسلم نكسر المرق وندي للفقراء المرق ده، تدي لهم حله مرقه تقعد عندها في الثلاجه تطبخ بيها يومين ثلاثه بدل ما يجيبوا ماجي. عارف ماجي دي؟ بتاع كده عاملينها كده مكعبات مليانه نكهات صناعيه، مليانه مواد حافظه وحاجات سموم، والله لو حللتها هتلاقيها سموم، لان كل النكهات الصناعيه دي اصلا مواد كيماويه. عارف بتعمل ايه؟ تخليك تاكل تبقى مبسوط، لكن في الاخر الجسم اول ما تخش يوديه على الكبد، الكبد ده عشان يتخلص من السموم، واحنا المصريين اصلا كبدهم عيان ما بيعرفش يخلص من السموم لان فيروس سي منتشر، وبالتالي تلاقي السموم تتراكم في جسم الايه؟ الانسان. يبقى بياكل ومبسوط وكل حاجه، لكن عنده باستمرار تعب وباستمرار حاسس بالارهاق، ومهما نام قايم تعبان برضه، لانه جسمه بقى مشبع بالسموم. يجي يقوم يصلي يصلي تعبان، يجي يروح شغله يروح شغله تعبان. فهمت ازاي؟ فلما يلاقي نفسه تعبان على طول يعمل ايه؟ يبقى عصبي، بس الناس تتخانق مع بعضها، لانه مش حاسس براحه بجسده، لان الجسد مسمم، الجسد اصبح مسمم. فهم؟ كل ده عشان بس ما عملناش شويه مرقه زياده. شوف النبي كان بيحل المشاكل الكبيرة بحاجة بسيطة،
ما بيقولكش طلع اللحمه للناس، قال لك كل اللحمه انت وانبسط يا سيدي عشان انت بتحب اللحم. طب زود الميه، هي الميه دي بفلوس؟ فهمت ازاي؟ صحيح بقى بفلوس بيتمنى، بس مهما كان برضه تعتبر فلوس بسيطه. فهمت؟ فلو الواحد ايه يكتر المرقه كده ويدي للبواب ويدي مثلا للبتاع، يبقى عنده كم حله مرقه في البتاع، يديها لجيرانه، يديها الراجل اللي بيكنس الشارع يحطها له في الثلاجه كده لما يجمدها، ويديها له كده مجمده وياخدها يدخل بيها على مراته تعمل له بيها، هيبطل يجيب ماجي، هيبطل يجيب رجلين فراخ، هيبطل يتسمم. فهمت بقى؟ يبطل يتسمم على طول. تقوم تبص تلاقي اجساد المسلمين تبقى قويه، ويبقى المسلم لما يبقى حاسس ان جسده مستريح يبقى كمان ايه عنده حلم، يتحمل ايه العلاقات تبقى حلوه. مش تيجي تكلم واحد تلاقيه يتنرفز منك، هو اتنرفز منك مش عشان انت عملت له، هو اصلا جاي تعبان مش قادر يكلم نفسه. فهمت ازاي؟ فتلاقيه يرد عليك بطريقه غريبه، تقول له الجدع ده ماله ده؟ بيتخانق دبان وشه، هو اصله ماشي متسمم غلبان. فهمت ازاي؟ فربنا ينجينا. وعنه به قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن ادريس قال اخبرنا شعبه ها قال وحدثنا ابو كريب قال حدثنا ابن ادريس قال اخبرنا شعبه عن ابي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه قال ان خليلي صلى الله عليه وسلم اوصاني اذا طبخت مرقا فاكثر ماءه ثم انظر اهل بيت من جيرانك فاصبهم منها بمعروف صلى الله عليه وسلم. عارف انت لو شويه المرقه دول الميه دول جبت لك شويه بقايا العيش بتاع ولادك اللي هم المكسر كسرتهم حطيتهم المرقه بقت فته وتديها للفقير يا سلام ياكلها بالمعلقه كده اخر الجمال وينبسط عملت له وجبه. فهمت ازاي؟ كل الحاجات دي لا تحقرن من المعروف شيء. المشكله ان يعني احنا بقينا ايه يعني يا اما اهادي حاجه قيمه يا اما ما اديش حد خالص. ما ينفعش. لا تحقرن من المعروف شيء. باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء. لما تقابل الناس تقابلهم بوجه طلق، طلق يعني في بشر كده وفي سرور مش بوجه عابس. سيدنا عبد الله بن عمر كان يقول ايه؟ حسن الخلق شيء هين، وجه طلق وقول لين. كان سيدنا عبد الله بن عمر يقول ايه؟ حسن الخلق شيء هين، وجه طلق وقول لين. فلو واحد كلامه جميل وجهه طلق يبقى حسن الخلق على طول. تاخد بالك من الحاجات دي، لان الحاجات دي على فكره عبادات كبيره وبتساب عليها ثواب يمكن اكتر ما تساب من صلاتك ومن صيامك ومن صدقاتك، وغفر عنها كثير من الناس. وعنه قال حدثني ابو غسان المسمعي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا ابو عامر يعني الخزاز عن ابي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق. باب استحباب الشفاعه فيما ليس بحرام. الشفاعة لا تكون في الحدود. النبي كان ايه يزعل من الشفاعة بالله. يعني لو وصل الامر للقضاء وحكم القاضي بحد ما فيش شفاعة. الشفاعة فيما قبل الوصول للامر للقاضي، تصلح بين الناس بحيث لا تصل الحكاية للقضاء، واخد بالك ازاي؟ انما اذا وصل للقضاء اصبر بقى لما القاضي يحكم. فهمت؟ لكن ما قبل الوصول للقضاء فهي شفاعة حسنة، ما بعد الوصول للقضاء وحكم القاضي اسمها شفاعة سيئة. ليه؟ لأن هيؤدي إلى أن القانون ينفذ على الضعيف ولا ينفذ على أهل المعارف والمحاسيب. فهمت ازاي؟ فمش هيبقى فيه مساواة بين الناس في الحكم. باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر وحفص بن غياث عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال اشفعوا فلتؤجروا
وليقضي الله على لسان نبيه ما احب. يعني اما يجي واحد محتاج ايه؟ وظيفه، محتاج مصلحه، وانت لك معرفه في الحكومه، لا باس انك انت تاخد هذا الموضوع وتخلصه له. دي شفاعه جميله، لانك ايه؟ بتريحه، بتقضي حاجته. كويس. النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي له صاحب حاجه كان النبي هيقضيها له، لكن النبي عايز يشارك الصحابه في الاجر، فقول لهم يا جماعه ما حدش يعرفه عشان يشفع له، علشان اقضي له حاجته، عشان ايه؟ ياخد ثواب الشفاعه لحاجة. هو النبي هيدي له حاجته لو ما حدش اتكلم، لكن كيف كان النبي بنا رحيم وشفيق، عشان يعلم الامه ازاي تبقى متالفه، وازاي ان هذا الانسان لما يشفع فيك تقوم انت تحب هذا الاخر وتتوطد علاقتك بيه وهتقضي حاجتك، وفي نفس الوقت ايه؟ يبقى لك اصدقاء ومعارف، وتحس بانك انت عندك انتماء للجماعه اللي انت عايش معاهم، وان حقوقك فيها لا تضيع، وان الناس متالفه، متحابه، متشابكه، غير متنافره. كل المعاني دي تجدها في الشفاعات. من يشفع شفاعه حسنه يكن له ايه؟ نصيب منه. من يشفع شفاعه سيئه يكن له كفلا منه. الشفاعه السيئه في ايه؟ فان هو فعل حرام ورايح انت ايه؟ بعد ما راح للقاضي، بعد ما وصلت للقاضي تقول للقاضي معلش ما فيش مانع، ما فيش داعي، حسن ده اصل ابوه وزير وعمه مش عارف ايه، ما ينفعش كده، ما ينفعش، سيبه بقى خلاص. لكن قبل ما يوصل للقاضي فعل الحرام تستره وتنصحه، تقول له ما تعملش كده تاني، ما يصحش. فاهم؟ الحمد لله. يكون الله يصلح بالك. باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله عن جده عن أبي موسى. الحمد لله. يكون الله يصلح بالك. عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني واللفظ له قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى. أبي بردة ده مين؟ ابن أبو موسى الأشعري، يعني بيروي عن أبيه، يبقى أبي بردة هنا يروي عن أبي أبو موسى. عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه. فحامل المسك إما أن يحذيك، يعني إيه؟ يعني يديلك إيه؟ بعض المسك هدية يعني، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحة طيبة، يعني لابد هترجع بالنفع منه، يا إما تشم ريحة طيبة يا يهديك هو مسك، يا إما تشتري منه حاجة طيبة. ونافخ الكير، عارف نافخ الكير اللي هو بينفخ على النار علشان إيه؟ تلتهب، يقوم يصهر الحديد. عارف أنت الحدادين يبقى عنده كير أكير يعمل كده وبيولع على فحم، فهمت؟ فطول ما هو بيعمل في الكير كده الفحم يجي ايه؟ سواد على اللي واقف، ويجي دخان، يعني يوسخ جسمك ويوسخ صدرك ويوسخ نفسك ويخليك تتعب، وعينيك كمان تتعب من النار، يعني القعده معاهم مشكله، قد تريدك النار. شوف التشبيه الجميل بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، ان جليس السوء ممكن يخليك تعصى، تقوم تتعرض لنار ربك، كما الذي يجلس مع نفخ الكير يتعرض لنار الدنيا. فهمت ازاي يتأذى؟ شوف التشبيهات النبوية الجميلة في تقريب المعاني. ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد ريحا خبيثة. فعلى الانسان ان هو يختار الصحبه، على الانسان ان هو يتخير الصحبه. شوف سيدنا لقمان يقول ايه في القران، واتبع سبيل من اناب الي، ما تصبح لا تصاحب الا من اناب الى الله، واتبع سبيل من اناب الي، اي الصحبه.
باب فضل الإحسان إلى البنات. لأن كان عادة العرب لما جاء الإسلام كانوا يكرهوا خلفة البنات. ليه؟ لأن البنات في نظرهم بتسبى وتؤثر، واخد بالك ازاي، وتنتهك أعراضها ولا تدافع عن القبيل، ما عندهاش قدرة على الحرب، وبالتالي كانوا يكرهوا البنات عشان كده، لأن هتجيب لهم العار ولو جعدوا ما يعرفوش يدافعوا عن نفسهم. فكان العرب في الحالة دي كانوا يحبوا خلفة البنين على البنات، كويس. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بنشر العدل وعدم العدوان، فأصبحت البنت محترم خلاص، ما بقتش محل ايه، محل عورة، لان طالما ان احنا لا نعتدي على بعضنا البعض يبقى خلاص البنت أصبحت ايه، انسان محترم له كيانه، فيجب الإحسان إليه، لأن من خلالها تأتي الإيه، الزوجة والأم والأخت والعمة والخالة، وتنتشر الحياة وتستمر الحياة. يعني لولا النساء ما استمرت الحياة، فهمت؟ فأمر النبي بالإحسان للبنات. وعن أبي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاذ قال حدثنا سلمة بن سليمان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة رضي الله عنها حاء قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام ابن بهرام بفتح الباء وأبو بكر بن إسحاق واللفظ لهما قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنها قالت جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا ثم قامت فخرجت وابنتاها فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من البنات بشيء يعني امتحن، لأن أصلا النعمة امتحان، فربنا لما يديك نعمة بيمتحنك فيها، هتشكروا بيها ولا هتكفروا فيها، ونبلوكم بالشر والخير إيه، فتنة، يعني إيه، الإنسان بيبتلى بالخير ويبتلى بالشر. من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. طبعا ستنا عائشة تعجبت من ايه، من تصرف هذه الام الفقيرة، جاءت تطلب منها طعاما، سيدتنا عائشة شوف بيت النبي كله ما فيهوش الا تمرة، يدلك على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش حياة فيها قلة، وانه كان ينفق كل ما عنده صلى الله عليه وسلم، فلم تجد الا تمرة فاعطتها تمرة، وهي معها بنتين، وهي قالت ثلاث، فالست ما كلتش وقسمت التمرة بين بنتيها. قد ايه الام عندها هذا الحنان. فستنا عائشه تعجبت من هذا الموقف، عشان كده فضلت فاكراه لحد ما جاء النبي حكته له، لانه موقف عجيب بالنسبه لها. سيدتنا عائشه لم تنجب، ما جربتش حكايه ايه حنان الامومه دي، لكن لما ربنا جبرها وجعلها ام لكل المؤمنين، واخد بالك. فالمهم فسيدنا رسول الله لما ايه حكيت له الحكايه دي، فقال لها من ابتلي بشيء من البنات، من ابتلي، وقال ابتلي ليه؟ لان البلاء تملي للمكروه، وكان العرب عادتهم يكرهوا خلفة البنات، يبقى بيخاطبهم على اعتبار العرف، بيخاطبهم على اعتبار العرف، العرف العام في عصره انهم كانوا يكرهوا خلفة البنات، فجعلها ايه في صورة بلاء، يبقى بيخاطب على سبيل العرف، لا على سبيل ان خلفة البنات بلاء. النبي لا يقصد هذا، يعني مش بيقول على سبيل الخبر، بيقول على سبيل العرف. من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر يعني ابن الهاد أن زياد بن أبي زياد مولى بن عياش حدثه عن عراك بن مالك قال سمعته يحدث عمر ابن عبد العزيز عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات. يبقى ده موقف آخر،
يبقى تتكرر. ما تقولش بقى ده اصل في التراب، لا مش التراب يا سيدي. ده مره جات لها مسكينه اديتها تمره واحده ومعاها بنتين، مره تانية جات لها مسكينه معاها بنتين اديتها ثلاث تمرات، تعددت المواقف. قال جاءتني مسكينه تحمل ابنتين لها فاطعمتها ثلاث تمرات فاعطت كل واحده منهما تمره ورفعت الى فيها تمره لتاكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمره التي كانت تريد ان تاكلها بينهما فاعجبني شانها، اعجبني يعني تعجبت من شده حنانها يعني. فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان الله قد اوجب لها بها الجنه او اعتقها بها من النار لكمال الشفقه في القلب، لان القلب الشفيق الرحيم لا تمسه النار. وعن ابي قال حدثني عمرو الناقد قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا محمد بن عبد العزيز عن عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامه انا وهو وضم اصابعه، انا وهو وضم اصابعه يعني كهتين، يعني ايه كتف في كتفي. يا سلام اما تبقى انت جارك النبي، انت بقى شوف بقى ايه، والنبي امر بالاحسان للجار يعني هيحسن اليك، يعني مش هيسيبك الا في الجنه ان شاء الله. باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه. واحنا قلناها قبل كده في الباب اللي قبل كده اللي هو الرقوب، فاكرين الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ما تحسبون الرقوب فيكم؟ قالوا الرقوب هو الذي لم يولد له ولد، اصل الرقوب المحروم في لغه العرب، الرقوب المحروم او الخسران في لغه العرب يسموه الرقوب يعني خسران او محروم. فبيقول ما تحسبون الرقوب فيكم؟ قالوا الذي لم يولد له ولد. قال لا بل الرقوب الذي لم بل الرقوب الذي لم يؤدي شيئا من اولاده، يعني ما حدش مات من ولاده ودفنه بايده، هو ده اللي حرم اجر الصبر عليه، هو ده المحرمان صحيح. فهمت؟ يعني كان الانسان لما يرزق باولاد وبعض اولاده هؤلاء يموتوا في حال حياته فيدفنهم بيده ويصبر على هذا، يعني ايه يمنعه ان يكون رقوبا، يعني يمنعه ان يكون خسرانا، بل يكون ايه في كمال ايه الثواب، لان الله سبحانه وتعالى يطيل على صبره بحيث ان الاطفال دول لا يتركوه الا في الجنه اللي هو دفنهم بايده. فهمت؟ لانه حبه في صحيفه حسناته. باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه. حتى السقط، السقط يحسب، يعني لو المرأة حملت وسقطت ما كملش حملها يعتبر برضو ده ايه كأنه قدم شيئا وصبر عليه. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. تحلة القسم اللي ايه؟ وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. وإن منكم، الواو دي واو القسم، يعني والله إن منكم إلا واردها، أدي معنى الآية. واردها يعني يرد النار، وورود النار لأن الصراط على ظهر جهنم ولا بد أن تسير على الصراط لتصل إلى الجنة. فهمت؟ وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة حا قال وحدثنا عبد بن حميد وابن رافع عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بإسناد مالك وبمعنى حديثه، إلا أن في حديث سفيان فيلج النار إلا تحلة القسم. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة. فقالت امرأة منهن أو اثنين يا رسول الله؟ قال أو اثنين. أنت عارف حديث ستنا عائشة لما ستنا عائشة قالت له طب ولو واحد يا رسول الله؟ قال له ولو واحد. قال له طب افرض لم ينجب يا رسول الله؟ قال انا فرط
ايه؟ من لا فرط له. يبقى النبي فرط من لا فرط له، فنعم الفرط فرطنا صلى الله عليه وسلم. حتى لما سألته ايه لو كانت واحدة، قال ولو واحدة يا موفقة، حديث كده فاكرينه الترمذي. وعنه به قال حدثنا ابو كامل الجحدري فضيل بن حسين قال حدثنا ابو عوانة عن عبد الرحمن بن الاصبهاني عن ابي صالح دكوان عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال اجتمعنا يوم كذا وكذا، فاجتمعنا فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال ما منكن من امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة واثنين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم واثنين. وعن أبي قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني في هذا الإسناد بمثل معناه، وزاد جميعا عن شعبة عن عبد الرحمن بن الأصبهاني قال سمعت أبا حازم يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ثلاثة لم يبلغوا الحنث. الحنث يعني التكليف أو الحلم. وعن أبي قال حدثنا سويد بن سعيد ومحمد بن عبد الأعلى وتقارب في اللفظ قال حدثنا المعتمر عن أبيه عن أبي السليل عن أبي حسان قال قلت لأبي هريرة رضي الله عنه أنه قد مات لبنان، فما أنت محدثي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال نعم، صغارهم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بثوبه أو قال بيده كما أخذ أنا بصنفة ثوبك، طرف ثوبك بصنفة ثوبك هذا، فلا يتناهى أو قال فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. وفي رواية سويد قال حدثنا أبو السليل قال وحدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن التيمي بهذا الإسناد وقال فهل سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ قال نعم، صغارهم دعاميص الجنة، والدعاميص جمع دعموس وهو دويبة لا تفارق الماء، كأنهم يعني إيه لا يفارقون الجنة يعني. يبقى صغار أبناء المسلمين لا يفارقون الجنة، كما أن الدعموس وهي دويبة لا تفارق الماء. ومش كده وبس، ويفضلوا ماسكين بطرف أثواب أبائهم ما يتركوش طرف ثوبهم إلا في الجنة. فهمت بقى؟ وهذا يدل على أن أولاد أبناء المؤمنين في الإيه؟ في الجنة بالإجماع. طب وأبناء الكفار؟ فيه خلاف، والراجح أنهم أيضا في الجنة، وبعضهم قالوا يدخلون على وفق علم الله أو تبعا لأبائه، ولكن الراجح أنهم أيضا في الجنة. وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا حفص يعنون ابن غياث حا قال وحدثنا عمر بن حفص ابن غياث قال حدثنا أبي عن جده طلق بن معاوية عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم بصبي لها فقالت يا نبي الله ادعو الله له، فلقد دفنت ثلاثة. قال دفنت ثلاثة؟ قالت نعم. قال لقد احتضرت بحضار شديد من النار، يعني احتميتي بحمام شديد من النار. احتضرتي يعني احتميتي بحضار بحمى شديد من النار. قال عمر من بينهم عن جده، وقال الباقون عن طلق ولم يذكروا الجد.
وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن طلق بن معاوية النخعي أبي غياث عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها فقالت يا رسول الله إنه يشتكي وإني أخاف عليه قد دفنت ثلاثة. قال لقد احتضرت بحضار شديد من النار. قال زهير عن طلق ولم يذكر الكنية. ونقف على باب إذا أحب الله عبدا حببه إلى عباده غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يسر أمورنا استر عيوبنا بلغنا مما يرضيك آمالنا وفقنا يا رب وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وجزاكم